علاش ليزت الهم كانت مهني زين في وقت صبر كتابات قذات لي حيرة والغم صرت ما أقدر ما سمعت لا يدبر نوبة نشوف نوبة راغ أمامي غمام نوبة يا الأحباب عقلي في زيارة نوبة نشوف نوبة راغ أمامي غمام نوبة يا الأحباب عقلي في صير مرة نبكم ولا نقدر نتكلم مرة عقلي جول عن ما بيار مصر نخيل في اللي فات نبكي ونخمم ونسول في العاقلين ما نظر نبكي ونخمم نسول في العاقلين مع النظر من هو ناظر قال لي امر محتم واللي عاقل قال لي خايف الاسرار الايام اللي كنت فيها متنعم رجعوا لي حسرات بالكسح ومرار صبرت الايام عسى تسجن كما كنت زمان هاني لا تحبر للبشر مكتوب اللي عانوا لازم في الجبين مسطرته وللاعمار كان أرجع عليك يا رأي وفهم كان أنت محتاج لكلام يعبر ارجع عليك يا راي وافهم كان انت محتاج لكلام يعبر ساعف خوض الراي مولانا يرحم طاوع من يهديك للخير وتختار غير انا وياك راني نتكلم اسمع مني ما نقول لك يا غدار آه
راني نتكلم. اسمع مني ما نقول لك يا غدر، من تبع هواه لابد يندم، كيف طال يسيب روحه وفي الاوعار. لا يوجد سعيف بحاله مرحم، زاد عليه هواه بالمكايد جار. سعيف بحاله مرحم، زاد عليه هواه بالمكايد جار. حتى الظهر عليه بمحايل والهم، في غامق الهوى الغرق لا دوار. اللي جرب وشاف في رايه عاده، ما تنفع علاج في امر القهار.